وأفاد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة صلوا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا
توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفعله محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتكشها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة العاب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشراف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدحر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلحدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن نحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأحدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسلاتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرينا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعدم راية الدين القويم في جميع أقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بدعية من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين آمين. دعونا نطلب آمين آمين. رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وتنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتحذي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علوم الدنيا بإلهام الملائكة المقربين وتكرم بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الصادر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الذي هو حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
da'bahum biha subhanakallahumma wa tahayyatuhum biha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya kirim. Para hadirin hadirat rahimakumullah, seperti biasa sebelum bubar saya mengajak seluruhnya yang hadir untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Nanti dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh yang hadir. Lalu kita sambung dengan Mars Subhanal Waton, Mars Banser, terakhir dengan Mars Zahir Mania. Bersama-sama lagu Indonesia Raya akan kita mulai setelah hitungan ketiga. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kullu mayyatika yawman tawmi hayyaw qahimata. Kullu mayyatika yawman tawmi hayyaw qahimata. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan. Yeah.
Alhamdulillah dengan berakhirnya doa dan lagu Pancasila dan lagu Indonesia serta tek Pancasila tadi dan diakhiri dengan Maras Zahir Mania, maka berakhir pula acara kita malam hari ini. Semoga malam hari ini pertama-tama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu suksesnya jalannya acara kita malam hari ini, terutama kepada Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, kepada Bapak Camat, Bapak Kepala Kelurahan, dan sedoyo masyarakat Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, yang telah membantu suksesnya acara kita malam hari ini, dan kepada khususan terutama kepada seluruh panitia penyelenggara dalam rangka halal bihalal pemuda Desa Gumawang bersama dengan Majelis Taklim dan Solawat Az-Zahir. Mudah-mudahan seluruh jerih payahnya diganjar pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang telah membantu acara ini semuanya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh yang hadir malam hari ini doa-doanya dikabulkan oleh Allah dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah masyarakat Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, insyaallah menjadi masyarakat yang beriman pada Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diselamatkan dari berbagai macam bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah seluruhnya pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Matur nuwun sedaya terhadap kepada seluruh pengurusan Nahdlatul Ulama dari jajaran Suriah Tanfidiyah Gerakan Pemuda Ansor Banser, kepada pemuda apa mau pemuda Pancasila tadi juga ada hadir mengamankan acara, dan juga dari pengamanan Kanjeng Selawat Kota Pekalongan, matur nuwun jazakallahu ahsanul jazak, jazakallahu khair. Mudah-mudahan kita diperjumpakan kembali di lain waktu, di lain tempat, dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.